بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي والأربعون. اليراعة والقردة والطائر. كان جماعة من القردة يسكنون في جبل. كان فعل ماض ناقص. جماعة اسم كان، من القردة شبه جملة في محل رفع نعت لجماعة. يسكنون فعل مضارع والواو فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. في جبل متعلقا بيسكنون. فبحثوا في ليلة باردة ذات رياح وأمطار عن نار فلم يجدوا. الفاء حرف عطف، بحثوا فعل والواو فاعل. في ليلة متعلقا ببحثوا، باردة نعت أول، ذات نعت ثاني، مضاف رياح مضاف إليه، وحرف عطف أمطار معطوف على رياح. عن نار متعلقا ببحثوا. الفاء حرف عطف، لم حرف جزم. يجد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل. فرأوا يراعة تطير كأنها شرارة نار فظنوها نارا. الفاء حرف عطف، رأوا فعل والواو فاعل، يراعة مفعول به، تطير فعل وفاعل، والجملة في محل نصب نعت ليراعة. كأن حرف مشبه بالفعل. ها اسم كأن، شرارة خبر كأن، مضاف نار مضاف إليه. الفاء حرف عطف، ظنوا فعل والواو فاعل، ها مفعول به أول، نار مفعول به ثان. فجمعوا حطبا كثيرا وألقوه عليها. الفاء حرف عطف، جمعوا فعل والواو فاعل، حطبا مفعول به، كثيرا نعت. وحرف عطف، ألقوا فعل والواو فاعل، هو مفعول به، عليها متعلقا بألقوا. وجعلوا ينفخون بأفواههم ويتروحون بأيديهم طمعا في أن يوقدوا نارا تدفئهم من البرد. الواو حرف عطف، جعلوا فعل ماض من أفعال الشروع، والواو ضمير متصل في محل رفع اسم جعلوا. ينفخ فعل والواو فاعل، والجملة في محل نصب خبر جعلوا. بأفواه متعلقا بينفخون، وأفواه مضاف هم مضاف إليه. وحرف عطف، يتروحون فعل والواو فاعل، بأيدي متعلقا بيتروحون، وأيدي مضاف هم مضاف إليه، طمعا حال من الضمير المتصل. في حرف جر، أن حرف نصب، يوقد فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بطمعا. نارا مفعول به، يدفئ فعل وفاعل، والجملة في محل نصب نعت لنارا، هم مفعول به، من البرد متعلقا بتدفئ. وكان قريبا منهم طائر على شجرة ينظر ما يصنعون. وحرف عطف، كان فعل ماض ناقص. قريبا خبر كان، منهم متعلقا بقريبا، طائر اسم كان، على شجرة متعلقا بينظروا. ينظر فعل وفاعل، والجملة في محل رفع نعت لطائر. ما اسم مفصول في محل نصب مفعول به لينظروا. يصنعون فعل والواو فاعل، والجملة صلة المفصول لا محل لها من الإعراب، والعائد على الاسم المفصول محذوف. التقدير ما يصنعونه. فجعل يناديهم ويقول لا تتعبوا، فإن الذي رأيتموه ليس بنار. الفاء حرف عطف، جعل فعل ماض من أفعال الشروع، يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع، ينادي فعل وفاعل، والجملة في محل نصب خبر جعل، هم مفعول به، وحرف عطف، يقول فعل وفاعل، لا ناهية، تتبع فعل والواو فاعل. الفاء حرف التعليل، إن حرف مشبه بالفعل، الذي في محل نصب اسم إن، رأيتم فعل وفاعل، والواو في رأيتم حرف لتسهيل اللسان لا محل له من الإعراب، هو مفعول به، والجملة صلة المفصول، ليس فعل ماض ناقص في محل رفع خبر إن،
واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع بحرف جر زائد. نار اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس. فلما لم يسمعوا قوله عزم على القرب منهم ليبين لهم خطأهم. فحرف عطف لما ظرف زمان يتضمن معنى الشرط مضاف وهو متعلق بعزم. لم حرف جزم يسمع فعل والواو فاعل والجملة في محل جر بالإضافة. قول مفعول به مضاف هو مضاف إليه. عزم فعل وفاعل على القرب متعلقا بعزم. منهم متعلقا بالقرب لحرف جر للتعليل. يبين فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حرف التعليل التقدير لأن يبين، وفعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام، والجار والمجر متعلق بعزم. لهم متعلقا بيبين خطأ مفعول به مضاف هم مضاف إليه. فمر به رجل فعرف ما عزم عليه. الفاء حرف عطف مر فعل به متعلقا بمر. رجل فاعل مر. فاء حرف عطف عرف فعل وفاعل. ما اسم موصول في محل نصب مفعول به. عزم فعل وفاعل عليه متعلقا بعزم. فقال له لا تطلب تقويم ما لا يستقيم، فإن العود الذي لا ينهني لا يعمل منه القوس. الفاء حرف عطف قال فعل وفاعل له متعلقا بقال. لا ناهية تتلب فعل وفاعل. تقويما مفعول به مضاف. ما اسم مفصول في محل جر مضاف إليه. لا يستقيم لا نافية يستقيم فعل وفاعل. والجملة صلة المفصول. الفاء حرف التعليل إن حرف مشبه بالفعل. العود اسم إن الذي اسم مفصول في محل نصب نعت للعودة. لا نافية ينهني فعل وفاعل. والجملة صلة المفصول. لا نافية يعمل فعل منه متعلقا بيعمل. القوس نائب فاعل. والجملة في محل رفع خبر إن. فأبى الطائر أن يطير وقترب إلى القردة ليعرفهم أن اليراعة ليست بنار. فحرف عطف أبى فعل الطائر فاعل. أن حرف نصب. تطير فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر المحذوف التقدير من أن يطير. والجار والمجر متعلق بأبى. وحرف عطف اقترب فعل وفاعل. إلى القردة متعلقا بقترب لحرف جر يعرف فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر. والجار والمجرور متعلق بالفعل اقترب. هم مفعول به أول. أن حرف مشبه بالفعل. اليرعة اسم أن ليست فعل ماض ناقص في محل رفع خبر أن، واسمها ضمير مستتر تقديره هي في محل رفع بحرف جر زائد. نار اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به ثان. فتناوله بعض القردة وضرب به الأرض فمات. الفاء حرف عطف تناول فعل هو مفعول به بعض فاعل مضاف القردة مضاف إليه. وحرف عطف ضرب فعل وفاعل به متعلقا بضرب الأرض مفعول به. الفاء حرف عطف مات فعل وفاعل. والله أعلم بالصواب.